قلت في معرض هذا الحديث أن ترامب ينظر إلى وجود قواته في سوريا بأنه خسارة ربما مادية ومعنوية كذلك، ولكن ما يكمن خلف هذه الخسارة التي تراها واشنطن، هناك دب روسي يتحرك. هل يريد الرئيس ترامب أن يهدي هذه المساحة، هذا النفوذ هدية مجانية للرئيس بوتين الباحث عن النفوذ الأمريكي في المنطقة؟ نعم، الرئيس الروسي بوتين هو ينظر إلى هذه المسألة بمنظور تقليدي، منظور توسعي ومنظور تأثير مثل الاتحاد السوفيتي. الرئيس ترامب ينظر إليها ربح وخسارة مادية، مسألة مادية. الرئيس الروسي بوتين ينظر إلى هذا المكان أنه جزء من الإمبراطورية السوفيتية القديمة، ويريد أن يصل إلى المياه الدافئة، ولكن وصل إلى أبعد من هذه المياه وهي مياه البحر المتوسط، وفاز بقاعدتين، قاعدة اللاذقية وطرطوس. وهذه المسألة إنها مسألة الآن هي صراع الإرادات وصراع الإمبراطوريات على الأراضي السورية. أمريكا أرادت أن تنفض يدها من سوريا لأن لم تحصل على شيء. هي المسألة أنه أمريكا ليسوا أيضا بملائكة، ولكن لم يحصلوا على شيء. منابع النفط في دير الزور وفي الرقة لا تفي بالغرض بأي شيء، لأنه يعني يدوب أن تعيش مناطق دير الزور والرقة. أما هذه المناطق المحررة ستكون يعني عبء على عاتق الولايات المتحدة بمسألة إعادة بنائها. فالآن أيضا أمريكا تعتقد أنها أوقعت الدب الروسي بفخ سوريا، لا سيما المدن المتضررة، وستقوم من المفروض أن تقوم روسيا وهي الآن صانع القرار في سوريا لإعادة بناء هذه المدن، وكذلك لتوريطهم مع تركيا. يعني يريدون أن تكون هناك مسألة توريط. هناك من يقول العكس، الدب الروسي لعبها بذكاء في هذه النقطة تحديدا. نعم. وسأعود إلى مسألة المكاسب من هذه العملية أو توريط الروس. هناك من يعتقد أن الروس هم سيناصرون الأتراك ويشجعونهم أكثر على عصيان ما يريده الرئيس الأمريكي ترامب، وبالتالي الصورة معكوسة تماما، وليس توريط للروس بل هو توريط للأمريكان. نعم، هذا ما قلت يا أستاذ علاء، يعني أنه هو يعتقد، الرئيس ترامب يعتقد أنه ورط الروس بالمستنقع السوري، يعني إن صح التعبير. هذا ما قلت، ولكن نعم روسيا لعبتها بذكاء أنها اتفقت مع تركيا بالتوغل في الأراضي السورية يعني حسب المزاجية وحسب التخطيط الروسي. هنالك اتفاقية غير يعني شبه رسمية أنه إذا توغلت القوات التركية للأراضي السورية، إذا كانت هنالك مدينة ورفع بها العلم السوري وهنالك قوات عليها العلم السوري، ستغض الطرف تركيا وستبتعد عنها ولن يكون هنالك احتكاك عسكري. ولذلك الآن في منبج رفع العلم السوري، إذا رفع العلم السوري معناها هنالك تواجد روسي، فهذا ما لعبها بوتين والقوات الروسية، لعبتها لعبة بذكاء على الأراضي السورية لتنفيذ خططها وكذلك لتوسيع نفوذها على الأراضي السورية. والآن طيب، حسب ما هو معروف أن الأراضي السورية يعني مجملا أصبحت تحت الرعاية الروسية. طيب، هنا الرئيس ترامب يتباهى ويتفاخر بحكمته التي لا تضاهى ويتخذ هذه القرارات، ولكن على المستوى الاستراتيجي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عقيدة واشنطن هي إبعاد روسيا عن منطقة الشرق الأوسط ونفطه وفوائده. ألا يغامر الرئيس ترامب بأن يرمي كل هذه السياسات التي مضى عليها عقود مقابل اجتهاد شخصي؟ أين الدولة العميقة؟ أين مصلحة الولايات المتحدة كدولة؟ نعم أستاذ علاء، لنتذكر الحرب الباردة ونتذكر من بعد الحرب العالمية الثانية أمريكا غضت الطرف عندما تسيطر الاتحاد السوفيتي على 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 مصر، على العراق، على سوريا، على الدول بما تسمى الدول الثورية، ولكن بقى يعني أبعدت روسيا عن أراضي الخليج وعن مرافق الخليج، حيث يكون هنالك النفط، ومن يسيطر على النفط يسيطر على الطاقة في العالم في ذلك الوقت والآن حتى الآن. ولذلك الآن أمريكا
يعني نجحت في إبعاد الدب الروسي من المياه الدافئة في الخليج، منطقة الخليج بما تسمى العربي والفارسي بضفتي، ابتعد يعني بعدت روسيا عنها عسكريا وسياسيا، والآن روسيا يعني تحاول أن تعود إلى ضفاف الخليج، ولكن أمريكا تعتبر هذه المنطقة منطقة مغلقة للنفوذ الأمريكي وخط أحمر. أما سوريا والعراق وباقي الدول تعتبر هذه المناطق مناطق يعني بفر زون، مناطق يعني مناطق حياد، متى ما يريدها الروس يأخذها، متى ما يريدها الأمريكان يأخذها. ولكن واقع